محافظة دمياط، أحد أشهر المحافظات في صناعة الأساس، في إنشاء مدينة الأساس النهاردة هتضم عدد كبير جدا من الورش وعدد كبير من العاملين في هذا المجال وهذا القطاع. عايزين نعرف هيتم الانتهاء منها إمتى. الحقيقة سيادة الرئيس أمرنا بأن احنا نبدأ في أحد المشروعات القومية على مستوى جمهورية مصر العربية، وهي مدينة دمياط للأثاث. مدينة دمياط للأثاث هي مدينة حرفية صناعية، هتكون أول مدينة حرفية صناعية في الشرق الأوسط بهذا الحجم، 331 فدان، بنتكلم في 1,920,000 متر مربع. بإذن الله يقام عليها 2,200 ورشة صغيرة ومتوسطة، مساحة الورش فيها هتبقى 100 متر على دورين، يعني 200 متر تقريبا الورشة. هيقام فيها أكثر من 75 مصنع كبير لصناعات الأثاث والصناعات المكملة لصناعات الأساس، ويمكن الهدف الرئيسي منها هو تعميق صناعة الأثاث ووجود صناعات أخرى المغذية لصناعة الأساس. وده طبعا هيضع صناعة الأثاث في دمياط على المصاف العالمي، لأن احنا الحقيقة عندنا صناعة الأثاث هي صناعة تقليدية إلى حد كبير، لكن الحقيقة الهدف من مدينة دمياط للأثاث هو تطوير هذه الصناعة بشكل كبير وإخراجها للعالمية. هيكون في المدينة مش مجرد ورش وبس، هيكون في أحدث مركز لتكنولوجيا تصميم الأثاث وصناعة الأثاث. المدينة زي ما سيادة الرئيس طلب مني إنها تبدأ من حيث انتهى الآخرين، وبالتالي هيكون في المدينة في مجموعة من الماكينات اللي هتستخدم في صناعات الأثاث على أحدث طراز في العالم. يمكن المدينة بإذن الله هتتيح فرص عمل أثناء إنشائها يمكن من 100 إلى 120 ألف فرصة عمل، ودي فرص عمل مؤقتة، لكن بعد إنشائها بإذن الله هتتيح أكثر من 40 ألف فرصة عمل دائمة لشباب محافظة دمياط، وبالتحديد من صغار صناع الأثاث في محافظة دمياط. بإذن الله إحنا ابتدينا في المدينة، القوات المسلحة الهيئة الهندسية بالتحديد كلفت من سيادة الرئيس بالبدء فورا في إنشاء المدينة. حاليا إحنا عندنا أول هنجرين طلعوا على سطح الأرض. الهنجر فيهم الأولاني عبارة عن 22 ورشة صغيرة ومتوسطة، هيتم إنشاء 96 هنجر من هذا النوع، وعندنا هنجر تاني اتبنى عبارة عن ما يسمى مركز تكنولوجي لصناعة الأثاث، هيكون فيه كل الآلات والمعدات اللازمة لكل مجموعة ورش، هيبقى حواليها مركز تكنولوجي موجود فيه الآلات، بحيث أي صانع في صناعة الأثاث مش هيلجأ أن يخرج برا المدينة على الإطلاق، هيلاقي كل الماكينات اللي محتاجها موجودة في المركز التكنولوجي. احنا سمينا المركز ده مركز خدمي. بإذن الله المدينة في خلال سنة هتكون مكتملة بإذن الله، لأن كمان المدينة ما فيهاش بس ورش ومصانع ومركز تكنولوجي، لكن حقيقة فيها كل الخدمات، فيها بنوك، فيها فنادق، مجموعة من الفنادق، فيها الحقيقة أهم حاجة فيها أكبر معرض لعرض منتجات مدينة دمياط للأثاث على مستوى الشرق الأوسط، هيكون على مساحة 110 ألف متر مربع بإذن الله. فده هيدي فرصة لرواج الأثاث بشكل كبير جدا، هتكون دي هب أو مركز لتطوير صناعة الأثاث في الشرق الأوسط بالكامل وتسويق الأثاث المنتج الدمياطي، صنع في دمياط إن شاء الله. بس حضرتك فندم القائمين على هذه الصناعة كانوا بيطلبوا أن يبقى في مدارس لتعليم الصنعة ليعلموا أولادهم ويعلموا أحفادهم عشان ما ينسوش الصنعة دي، هل تم بالأخذ بهذه الأفكار فندم، وهل هناك ورش لتعليم حرفة وصنعة النقش على الخشب؟ الحقيقة أنا بشكر حضرتك على السؤال، إن ده سؤال مهم. من ضمن مكونات المدينة مركز لتعليم صناعة الأساس. المركز ده احنا ان شاء الله بنهدف انه يكون بالتعاون مع الجانب الإيطالي. الهدف الرئيسي زي ما يمكن حضرتك قلت احنا عندنا مشكلة كبيرة، صناعة الأساس هي صناعة ماشية في دمياط بشكل تقليدي، وبالتالي كانت صناعة الأساس بتورث، لكن الحقيقة العلوم علمتنا والتكنولوجيا وإدخال التكنولوجيا في صناعة الأساس علمنا أن الصناعات يجب أن تدرس ولا تورث، وبالتالي إحنا هننشئ أكبر مدرسة لتعليم الأثاث داخل مدينة دمياط للأساس. الهدف من المدرسة دي مش بس تعليم صناعة الأساس، لكن كمان تعليم الناس التصميمات الجديدة في صناعة الأساس. خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة، ما بقاش حد محتاج قوي العفش التقليدي
لا مساحات بيوتنا بتسمح ولا سعر المنتج بيسمح. احنا محتاجين نعمل حاجات بتتفك وتتركب وتكنولوجيا جديدة واشياء جديدة تماما. التصميمات دي مش موجودة اساسا في دمياط واحنا بنشتغلش عليها، صناعنا المحترفين ما بيشتغلوش عليها. وبالتالي احنا محتاجين مش بس نعلم الناس الحرفة، لكن كمان نعلم الناس حاجتين باستخدام احدث تكنولوجيا في صناعة الاساس، وده هيبقى دور المدرسة، الالات الجديدة، استخدام الخامات البديلة في صناعة الاساس. لان انت عندك مشكلة كبيرة يا استاذ محمد، ان 85% من صناعة الاساس في العالم معتمدة على الخامات البديلة، و 15% فقط معتمدة على استخدام الخشب الطبيعي. احنا بننافس في كام؟ في مصر بننافس في حوالي 1% الى 2% من ال 15%، وسايبين ال 85%. المفروض ان احنا نشتغل بقى على ال 85%. فاحنا باذن الله هنعمل في مدينة دمياط الاساس على حاجتين: استخدام احدث تكنولوجيا في الماكينات، واستخدام الخامات البديلة لصناعة الأساس. ده هيرخص المنتج وهيزود جودته وهيزود الحرفية في إنتاجه. ده هيبقى دور المدرسة. كمان في حاجة مهمة جدا، تسويق. التسويق لازم الناس تتعلم فن التسويق. فن التسويق احنا في دمياط بنشتغل بشكل تقليدي، حد بيجيب الزبون عند التاجر بيشتري وبياخد عمولة. عايزين بقى نغير الفكرة دي، عايزين نبتدي نعمل كتالوجات، نبتدي نعمل تسويق الكتروني، عايزين نبتدي نعمل دعاية، نعمل معارض عالمية يجي لها كل الخبراء من كل حتة في العالم. في الحقيقة الكلام ده مهم جدا ان احنا نعمله. فهنعمله فين؟ هنعمله برضو في المدرسة. الحقيقة كمان لازم نتعلم التصميم، فهنجيب خبراء تصميم وهنجيب الجامعات المصرية اللي فيها خبراء للتصميم في صناعة الأساس المختصين، وهنبتدي نعلم الناس ازاي يعملوا تصميمات جديدة تليق مش بس بمصر، لكن كمان تنفع لكل المستخدمين في دول العالم اللي احنا حاطينها من ضمن القائمة اللي هنصدر ليها الأثاث بتاع دمياط إن شاء الله. كويس. ده توكبا مع التقدم التكنولوجي اللي بيحصل دلوقتي في على مستوى العالم. ده صحيح. ويمكن حضرتك لو تسمح لي يعني أخرج بره السؤال بتاع مدينة دمياط الأساس وأقول لحضرتك إن احنا توكبا مع هذا الاتجاه، احنا كان عندنا الأسبوع اللي فات أكبر معرض لتكنولوجيا صناعة الأثاث في الشرق الأوسط والتك. ده انا لسه جاي لحضرتك عليه. انا بعتذر ان انا لا اتفضل يا فندم. كويس يعني جدا، ما كنت لسه هسال حضرتك عليه. انا الحقيقه يعني في سياق بقى وجود مدينه دمياط الاساس ابتدينا نعمل تسويق للمدينه. الناس في ايطاليا ابتدوا يشوفوا الشكل العام للمدينه والمخطط الانشائي للمدينه والمخطط المعماري. ابتدت المانيا وفرنسا وابتدت امريكا، ابتدت دول كتير جدا تشوف المخطط ده، اليونان، تركيا، الصين. فالحقيقة عملنا مؤتمر عالمي لاستخدامات الخامات البديلة واستخدام تكنولوجيا صناعة الأثاث بالتعاون مع الغرفة التجارية، بالتحديد شعبة الأثاث في الغرفة التجارية. الحقيقة حضر المؤتمر ده أكبر 50 شركة عالمية في صناعة الأثاث، كان من ضمنهم أكبر 3 شركات في العالم. وكان حضروا السفير اليوناني وممثل الغرفة التجارية الأمريكية. الحقيقة عايز أقول لحضرتك إن احنا شفنا خامات بديلة يعني تحفة رائعة.